اجتمع اليوم 22 حزبا سياسيا يمثلون كافة أطياف المجتمع المدني ليعلنوا عن تأييدهم الكامل للفريق أحمد شفيق. ابتدينا الموضوع كله في البداية كان من خلال تحالف القوى الوسطية. تحالف القوى الوسطية بيضم عدد الأحزاب زي ما كنت بقول جوه، ائتلافات ثورية، عدد من الشباب. فكان تاني الاختيار وقتها قبل الانتخابات الجولة الأولى كنا بنتكلم على أساس دعم أحد من المرشحين، وكان الاختيار ما بين السيد الفريق أحمد شفيق أو السيد عمرو موسى أو السيد حمدين صباح. وكان عملنا الانتخابات الداخلية ووصلتنا إن السيد الفريق أحمد شفيق كان هو يمكن التصويت كان أكتر واحد 75%. النهارده احنا في حيره، اغلبيه الثوار واغلبيه الناس اللي المجتمع المدني كلها في حيره بين كيف يتم الاختيار. النهارده لازم الفريق شفيق يطلع علينا ويوضح الامور ويوضع رؤيه واضحه لشباب مصر وشعب مصر الفقراء منهم، ويركز على الرعايه الاجتماعيه، كيف يهيمن على الفقر في مصر، وكيف يكون رعاية اجتماعية ثابتة والأسر المعيلة زي ما كل الناس بتتكلم وهم بيتكلموا من غير رؤية. هل هو عنده الرؤية الواضحة؟ أنا أعتقد لو هو قدم الرؤية الواضحة للتكافل الاجتماعي، للعدالة الاجتماعية، لإعادة تقسيم الثروة، لخلع كل القيادات اللي هي عجزت في المجتمع وبقالها النهاردة أكتر من 20 و30 سنة ماسكين قيادات في البلد، لم يفرز من خلالهم موتوا الصف الثاني والصف الثالث من قيادات تقوم وتدير البلد في المرحلة القادمة. لو قدر ان هو يحقق هذه المطالب ويوضع ده في رؤية واضحة قدام الشعب، انا اول واحد اكون مؤيد للفريق شفيق. الفريق احمد شفيق ملتصق به فكرة ان هو من الزمن السابق او العهد السابق، وكلنا من العهد السابق لان كلنا عشنا هذه المرحلة. ولكن لم نجرب على سيادة الفريق انه عمل مشين، يعني انا شخصيا ما جربتش على هذا الرجل هذا. وكنا نحب برضو في الجانب الآخر، جانب الإخوان المسلمين وكلهم أخوة وكلهم أشقاء وكلهم مصريين ونحن لا نفرق بين هذا وذاك، إنهم يطمئنوا الشعب المصري بعد ما دخلوا البرلمان وأصبحوا أغلبية، يطمئنوا الشعب المصري من خلال الممارسات البرلمانية. لكن ما حدث في البرلمان أوقع الخوف والرهبة في قلوب المصريين. يعني مصر بعد الثورة كانت محتاجة من البرلمان نتكلم في اقتصاد، نتكلم في أموال، نتكلم في أمن في سيناء، نتكلم في الملف الأمني بالذات. وجدنا البرلمان بيتكلم في ختان الإناث، في الخلع، يعني الحاجات دي مهمة، بس كان ممكن جدا نرجعها ونتكلم في الحاجات الأهم. بالنسبة لمصر مطلوب ان احنا نختار رئيس مدني وبعيد عن دولة الإرشاد ودولة المرشد، لأنها دولة هتعمل مشاكل كتير لمصر وهتخش في منعطف مش كويس، يعني هتبقى قندهار تانية أو أفغانستان تانية. فنأمل إن احنا نقدر ننجح إن احنا نخرج من المأزق ده. عشان كده أنا جيت الاجتماع ده مع كل إخواتي رؤساء الأحزاب بحيث إن احنا نوصل لتوافق إن شاء الله على الرئيس مدني الفريق شفيق إن شاء الله. هو أنسب رجل لهذه المرحلة، لأن مصر دلوقتي بتمر مش مصر، كل العالم العربي بيمر بمفترق طرق. مصر بحاجة لأحمد شفيق أو من على شاكلته، اللي هم بين قوسين رجل الدولة لإنقاذ الدولة المصرية في حالة خطر، وخطر داهم ما لم يتم إنقاذ مصر بشخص مدني برجل دولة ستكون هناك كارثة محققة. نختصر الموضوع للبرنامج اللي قاله المرشح ده بعد إعلان النتيجة الأولية، في واحد قال لنا رجلي ممدودة إليكم هدوس عليكم، واحد قال يدي ممدودة إلى الجميع، واحد قال أنا مستعد لمشاركة الجميع، واللي كانوا موجودين معايا في المنافسة الانتخابية ما كانوش منافسين، دول كانوا شركاء ليا في الانتخابات، واحد مش اتهم المنافسين، ده اتهم من أدلوا بصوتهم وقال دول خونة ودول عملة وأنا أحط رجلي على كل وارميه في مزبلة التاريخ.
للاسباب ديت. والسبب الاساسي ان احنا مش عاوزين قوه واحده تسيطر على الكل، مش عاوزين نعيد صناعه النظام السابق. النظام السابق صنع لانه كان هو السائل والمسؤول والحاكم والمحكوم، احنا عاوزين نظام يكون سائل وفي حد يساله وفيه وزير وحد يحاسبه، مش عاوز يكون يبقى هو عضو مجلس الشعب وهو الوزير وهو المحافظ وهو الجهات الرقابيه. هنرجع لمصر قديمه تاني. نحن كاقباط مصر نتجاوز 17 مليون قبطي في مصر وخارج مصر، ربما يكون هناك حاله شبه اجماع، لا نقول اجماع لكن شبه اجماع، الى الدوله المدنيه الحديثه وليس الى الدوله الدينيه بغض النظر عن هذه الدوله، حتى لو كانت دوله مسيحيه فسوف يرفضها اقباط مصر بكافه الطرق وبكل الاحوال ويقاومونها حتما وابدا، حتى ان الحزب القبطي الذي ظهر في اوائل القرن الماضي وكان يراسه اخنوخ فانوس لم يمكث سوى سنتين فقط وانهار هذا الحزب لانه كان حزبا دينيا قائما على الطائفيه، ومن ثم انحاز اقباط الى حزب الوفد الذي يجمع شمل المسلمين اخواتهم والاقباط معا، ومن ثم فان الاقباط وبصفة خاصة المثقفين منهم ينحازون إلى الدولة المدنية التي يمثلها أحمد شفيق، حتى إن كان أحمد شفيق قال عنه أنه كان في موقعة الجمل وكان من الفلول وكان من النظام السابق، ولكن مع كل هذه المساوئ إذا ما قرنت بمن يطالب بالدولة المدنية، بمن يقاومه يكون كافرا، بمن يكون يقاوم كلامه أو يخالف كلامه يدخل النار، ومن يؤمن بكلامه يدخل الجنة، من يفرق المصريين على أساس الحرام والحلال والجنة والنار، فبلا شك لا ولن يسير ورائه الأقباط أو ينتخبونه. ومن ثم فإن انحيازنا إلى الدولة المدنية الحديثة هو انحياز مبدئي وانحياز جذري، وإن شاء الله سوف ننتخب من يدعي أو من يدعو إلى هذه الدولة المدنية. احنا اخترنا أحمد شفيق أولا من مبدأ الحكم المطلق هو فساد مطلق، ولما يبقى عندنا جماعة الإخوان المسلمين أو حزب حرية الحرية والعدالة وهو زراع الأيمن لجماعة الإخوان المسلمين أغلبية في مجلس الشعب والشورى وجزء كبير جدا من الحكومة، الاستحواذ على الرئاسة في الوقت ده هيبقى بالضبط حكم مطلق. وساعتها احنا لما اخترنا جماعة الإخوان المسلمين أو حزب الحرية والعدالة لمجلس الشعب هو على أن يقف إلى الحكومة واستجوابتها وأن يقف للرئيس عشان يبقى فيه رأي ورأي الآخر، ولكن اختيار رئيس من الجماعة الإخوان المسلمين وخاصة أنهم في البداية كانوا رافضين الرئاسة، تغيير القول وتغيير الرأي ده في حد ذاته ده يقلقنا احنا كقوة ثورية وقوة سياسية، إلى جانب أن احنا برضو مش عايزين نكرر تجربة. ما احنا في الأول الحزب الوطني قاله هو افساد الحياة السياسية عشان ايه؟ عشان كان مجلس شعب ومجلس شورى وحكومة ورئاسة. طيب لما نيجي نكرر كرة مرة تانية ويبقى حرية والعدالة هو نفس الموقف أو الإسلاميين هو نفس الموقف، طب ما احنا هيبقى هنا كأننا بنعمل شروع في إفساد الحياة السياسية. فاختيارنا السيد الفريق أحمد شفيق اللي هو على الأقل له من الخبرة الإدارية وكان رئيس وزراء وكان وزير قبل كده وله إنجازاته، ده رقم واحد. رقم اثنين إن هو على الأقل مدني، وإحنا دولة يعيش فيها المسلم والقبطي، برضو إحنا مش مفروض نتحول لدولة دينية، فده كان اختيارنا لسيد الفريق أحمد شفيق. الواقع أننا كتجمع من عديد من القوى المدنية والسياسية الحزبية وبعض الائتلافات الثورية كنا نقوم بدراسة كلا المرشحين الدكتور محمد مرسي والفريق أحمد شفيق منذ عدة أيام، ولكن بالأمس حدثت أحداث إرهابية فيها عنف وقد كان من الممكن أن تسيل الدماء بالأمس. حدث بالأمس حادث هو حريق مقر الانتخابي للفريق أحمد شفيق، مما لم يجعل أمامنا خيار آخر في أن نختار الفريق شفيق وأن نعلن هذا الاختيار الآن في اليوم التالي لسبب بسيط. أولا أن من قاموا بهذه الأعمال يظنون أن من كانوا سوف ينتخبون فريق شفيق قد يخافون أو يصبهم رهبة أو خلافه، نحن نقول لا، الشعب المصري شعب لا يخاف ولا ترهبه مثل هذه الأحداث الصبيانية الإرهابية والتي يجب أن يطبق عليهم القانون الرادع حتى يكونوا مثالا لكل من تسول له نفسه فيما بعد استخدام العنف. لذلك قررنا أن يكون المؤتمر اليوم وأن لا نبقي المؤتمر لعدة أيام قادمة. شباب ثورة أو من أحزاب كانت داعمة للثورة وما زالت، وترى أن الفريق أحمد شفيق هو الأقدر في الفترة الحالية على قيادة مصر، على حماية هذا الوطن، على تجميع كل أفراد هذا الوطن من كل الفصائل، من كل الائتلافات، من كل الجماعات. ونتمنى كما قال سيادته من يومين لما عمل المؤتمر الصحفي يوم الأحد الماضي أن بيمد يد العون، بيمد يده
مصريين على اختلاف طوائفهم، على اختلاف افكارهم، ايديولوجياتهم، اهدافهم. نتمنى ويتمنى هذا الرجل من الجميع ان يتوحدوا لخدمه مصر، لبناء مصر. مصر في مرحله تحتاج منا جميعا ان نحسن اختيار القائد القادر على قيادة هذا الوطن إلى الأمام. لتزداد بذلك فرص الفريق أحمد شفيق في جولة الإعادة التي من المقرر أن تقام في منتصف يونيو القادم. أسامة سرايا، مصر اليوم، قناة الفراعين.